حصول 7 كليات بجامعة سوهاج خاصة بالإدارة المركزية على شهادتي الأيزو 9001 لسنة 2015 وسنة 2019. إليكم متابعة الزميلين ساهر المنتصر وخالد المشنب. يوم الثالث على التوالي يواصل أعضاء اللجنة المراجعة لتقديم التقرير النهائي الصادر عن فريق المراجعين من الشركة المانحة لشهادة الأيزو، والذي أوصى بحصول 6 كليات هي كلية التجارة وكلية الآداب وكلية التمريض وكلية الزراعة وكلية الطب البشري وكلية العلوم ومنحهم شهادة الأيزو. وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق أن الجامعة تسعى بشكل مستمر على توفير كافة المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي الذي يليق بمكانتها في مصاف الجامعات المتقدمة، مشيدا بالجهد المبذول لفريق العمل بهذه الكليات بهدف تحقيق التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية للوصول لمعايير الجودة العالمية. اليوم الثالث على التوالي يستمر العطاء داخل جامعة سوهاج. يمكن في أول يوم منحوا كليتين، كانت كلية الأداب وكلية التجارة، وفي ثاني يوم بالأمس كانت كلية التمريض وكلية الزراعة، والنهاردة كليتي الطب والعلوم، الكلية السادسة من الكليات السبعة المتقدمة 9001 2015 و21000 واحد 2018. يتبقى لنا كلية وحيدة غدا إن شاء الله، ثم الإدارة المركزية. النهاردة بنهني جامعة سوهاج اللي أصبح 6 من كلياتها حاصلة على شهادة الأيزو بالمواصفات اللي ذكرتهم، وإن شاء الله يعني يتبقى لنا الكلية الأخيرة والإدارة نهنيهم غدا إن شاء الله. وبنشكركم عشان أنتوا دايما بتشاركونا في كل مناسباتنا السعيدة على أرض الجامعة، والنهاردة لما يبقى في 6 كليات من جامعة سوهاج حصلوا على شهادة الأيزو، ده معناها أن الجهاز الإداري وهو الفئة المستهدفة بهذه الشهادة جهاز يعمل طبق لآلية المواصفات الموضوعة للمجلس العالمي للاعتماد حسب مواصفتي زي ما قلنا 9001 و21000 واحد. بنهني جهاز الإداري في جامعة سوهاج وبنشد على إيديهم، بنقول لهم ده توجه الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة الاهتمام بكافة منسوبي المؤسسات الحكومية وعلى رأسهم فريق الجهاز الإداري اللي هم الجناح الثاني للخدمة داخل جامعة سوهاج، بالإضافة للجهاز الأكاديمي المكون من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيه. بنشكرهم ونتقدم لهم بالتهنئة، وإن شاء الله مزيد من العطاء ومزيد من التفوق على أرض جامعة سوهاج. الخطة الاستراتيجية لجامعة سوهاج اللي وضعت ارتكازا على مجموعة من المرتكزات، منها معطيات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، ومنها أهداف التنمية المستدامة العالمية، ومنها رؤية مصر 2030، ومنها رؤية التعليم العالي الاستراتيجية، منها بالخطة الاستراتيجية لجامعة سوهاج. وكانت أحد أهدافها الرئيسة رفع مستوى أداء أعضاء فريق الجهاز الإداري على أرض الجامعة ليصبحوا على قدم وساق أو بالتساوي والتوازي والاتساق مع أعضاء فريق الجهاز الأكاديمي، عشان في الآخر ده بينعكس على مستوى أداء مؤسستنا، ينعكس على مستوى عدد الكليات اللي نستطيع التقدم ليها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. يمكن عندنا 4 كليات وبنجهز حاليا كليتين عشان يتقدم في بداية فصل الدراسة الثاني إن شاء الله، عشان يبقى في مزيد من الكليات المعتمدة من هيئة الجودة، وإن شاء الله في النهاية نصل إلى قيمة أكثر من 60% من عدد كليات الجامعة تعتمد من هيئة ضمان الجودة، وبالتالي نقدر نتقدم بمشروع اعتماد الجامعة كمؤسسة تعليمية من هيئة ضمان الجودة، لتصبح إن شاء الله الجامعة الثانية في مصر، يمكن جامعة المنصورة هي أول جامعة اعتمدت من هيئة الجودة، ونحن في الطريق إن شاء الله عشان نتقدم باعتماد الجامعة بإذن الله. وأوضح الدكتور جمال سرور المدير التنفيذي لمشروع الأيزو ومدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي بأن ختام فعاليات الزيارة تتضمن مراجعة لكلية الصيدلة والإدارة المركزية. جدير بالذكر أن فريق العمل ضم كل من الدكتور مهندس عمرو أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المانحة، وفريق المراجعين الدكتور مهندس محمد أحمد عثمان والدكتور مهندس أحمد منصور والدكتورة منال درويش والدكتور محمد أمين استشاري الشركة العربية للنظم. بصراحة الشهادة دي بذل فيها مجهود كبير خالص من كل الناس، وأنا بشكر أتوجه بالشكر لكل إدارة الجامعة وإدارة الكلية، الدعم اللا محدود من إدارة الكلية وإدارة الجامعة، كل الزملاء الأفاضل أعضاء التدريس والجهاز الإداري اللي بذلوا معنا أقصى مجهود. أشكر طاقم تيم وحدة ضمان الجودة، بصراحة مجهود خرافي بذل
والناس اتوجه لهم بكل الفضل والامتنان. الشهاده دي هتفرق معنا كتير باذن الله رب العالمين، سواء في العمل كجهاز اداري مع الموظفين او كاقسام علميه، هتسهل شغل الناس وهتسهل شغل كل المنتفعين من اللي ليهم علاقه بكليه الطب، سواء كان طلاب او اولياء امور او كل اللي ليهم علاقه بكليه الطب. الامور هتكون باذن الله اسهل باذن الله رب العالمين، وان شاء الله مش هنكتفي بكده، ان شاء الله هنحسن احسن من كده باذن الله. اذا منح 6 كليات لشهاده الايزو داخل جامعه سوهاج. كنا معكم سامي منتصر وتحية.